بودكاست شباب ما شاء الله عليكم. سعيد بحضور هذا الاحتفال الذي يتوج سنة دراسية ناجحة في مجموعة مدارس جون جوريس، وهي تعطي المثال على مؤسسة تعليمية تعتني بتلامذتها، تتابعهم، تشجعهم وتقف إلى جانبهم. لذلك فالنتائج هي نتائج ناجحة. وأود أن أحيي مدير هذه المؤسسة الحاج إبراهيم والأساتذة، وأن أنوه ليس فقط بالمجهود التربوي والتعليمي، ولكن بالبيئة، بالبناية، بالأقسام، بالطرق التربوية المتبعة. فشكرا سي إبراهيم، وشكرا وهنيئا للطلبة على نجاحهم. أود أن أقول شيء أقوله لكم صادق. اختيار محمد صديق معنينو ويسمى به هذا الفوج، هذا تكريم كبير لهؤلاء الشباب. مسألة أخرى، أن يكون نسبة النجاح 100% للمرة الخارجة من العد، فهذا في حد ذاته نجاح، ونجاح كبير جدا. مسألة أخرى قد ربما لا ينتبهوا لها، هذه المجموعة مبانيها، طريقة هندستها المعمارية صراحة تذكرني المدارس الأمريكية، يعني وأنا عشت في أمريكا 10 سنوات وأعرف ماذا أقول. إضافة إلى ذلك، هذه الأجواء، أجواء الفرح التي يختتم بها عادة العام الدراسي، تدل على أنه فعلا الحاج إبراهيم شخص استثنائي، واستثنائي إلى أبعد الحدود، ليس مجاملة. أنا الذي أتحدث أستاذه، وبالتالي لا يمكن أن أجامله، ولكن أقول بأن هذه هي الحقيقة، أنه قدم مشروع استثنائي، وهو رجل استثنائي، وعنده لديه من الطموح ما يجعله يمشي يذهب بعيدا بهذا المشروع. الإكراه ديالهم وعذابهم الأكبر هو أنهم يطمئنوا على مستقبل أولادهم. الحضور ديالي هو حضور ديال صحفي صديق ديال صاحب المشروع الحاج إبراهيم، هو أصلا زميل صحفي. كل سنة تقريبا كنحضر لهاد المحطة هذه. أنا فخور بهذا الإنسان اللي هو شاب في عقده الثالث، وقدر على أنه يعني يكذب بعض يعني بعض الأطروحات السلبية أن المغرب ما نجحش في هذا. الشاب عصامي ينجح وخد تجربة، هو كان في قطاع غير المهيكل وداز القطاع الصحافة، من بعد انتقل استثمار في التعليم. هذا نموذج ديال النجاح، قصة نجاح تستحق أن تروى. شاب كان افتخر بصداقته، والجميل هو أنه دائما في كل عام ديال التخرج يختار. أعتقد المحطة السابقة كانت عائشة الفنا، كان هو ودي معلمة من المعالم المغربية، امرأة سخرت حياتها لخدمة قضية إنسانية، وهم الأمهات العازبات. في هذه السنة اختار كذلك اسما جبلا معلمة من المعالم ديال المغرب، صديق معنينو، رجل شامخ، رجل مثقف أصيل، ذو تجربة إعلامية كبيرة جدا، رجل خلوق دمج، نكون له كل التقدير والاحترام. فشكرا للحاج إبراهيم لأنه يجمعنا في كل سنة، شكرا للصديق معنينو لأنه في حياتنا، شكرا لكل من آمن بالمغرب، كل من آمن بالمغرب. هذه رسالة للشباب المغربي، أن المغرب يمكن النجاح فيه، كاين عراقيل، كاين مشاكل صحيح، ولكن يمكن النجاح فقط الإيمان والمثابرة. شكرا للزملاء في أنفاس بريس، وكنتمنى لكم النجاح دائم.